تطبيق سلامة اللي أطلقه مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، والذي يندرج تحت نظام ذكي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي، تم تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة يريم. طبعا هذا التطبيق يساعد الأهل على معرفة حالة وتفاصيل الرحلات المدرسية الآلية ووقت الانطلاق من كل رحلة واتجاهها ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها، مع خاصية الإبلاغ عن غياب الطالب، بالإضافة لمعرفة وقت الوصول أو ساعة الوصول المتوقعة إلى المدرسة أو حتى للمنزل، وإرسال الإشعارات عبر التطبيق قبل وصول الحافلة بوقت معين، مع توفير تفاصيل السائق والمشرفة وإمكانية التواصل المباشر مع كل من المشرفة والمعلمين وغيرها. نعرف أكثر عن هذا التطبيق ويا ضيفنا عبر الهاتف أحمد سلطان المعمري، رئيس فريق إدارة النقل بالحافلات في مركز النقل المتكامل. مساك الله بالنور والسرور أستاذي. يعطيك العافية. مساكم الله بالنور. يا مرحبا. بداية نشكركم على هذا التطبيق المهم، واللي فعلا يعني يقدر الواحد أن يطمن عياله ويطمن الأهالي أكثر على أبنائهم. لما نعرف تفاصيل أكثر عنه ومن وين جت الفكرة؟ طبعا فكرة المشروع بدأت معانا مع إصدار اللائحة التنفيذية للنقل المدرسي في إمارة أبوظبي، وارتئينا في مركز النقل بضرورة وجود نظام يرفع من مستوى الأمن وسلامة الطلبة وتنقلهم في الحافلة المدرسية، بالإضافة لرفع مستوى الطمأنينة والثقة في قطاع النقل المدرسي، ويكون في تواصل بين المركز وأولياء الأمور والمدارس من خلال هذا التطبيق. طبعا نحن التطبيق مر بمراحل كثيرة قبل إطلاق تطبيق أولياء الأمور، منها كانت المواصفات الحافلات اللي تم وضعها في الإمارة واللي هي تعتبر من أفضل المواصفات على مستوى المنطقة، ومنها مواصفات مش موجودة في مكان آخر اللي هي ذراع قف. نعم. رادار ذراع قف لمخالفة أي مركبة تجاوز أثناء فتح ذراع قف. نعم. لأي مركبة مخالفة أثناء عبور أبنائنا الطلبة، بالإضافة أن تم إعداد مواد تدريبية للسائقين والمشرفات مع شركائنا الاستراتيجيين في مجلس أبوظبي لجودة المطابقة، وكذلك نظام تتبع الحافلات المدرسية. اليوم نحن في مركز النقل بشكل يومي نتابع جميع الحافلات وخطوط الحافلات المدرسية للتأكد من وصول أبنائنا الطلبة بسلامة للمدارس ولمواقع سكنهم. جميل جدا. طبعا أكيد هذه التطبيقات يكون عليها شغل كثير وتعديلات وتطوير بشكل أكبر، كم صار لكم تشتغلون على التطبيق وشو الخصائص المميزة اللي فيه؟ طبعا التطبيق نحن بدينا طبعا من حوالي عام 2021 نجهز لإطلاق تطبيق أولياء الأمور. طبعا قبل 2021 كانت الأمور اللي خاصة بتجهيز مرحلة الإطلاق من ناحية التصاريح السابقة. من بعد عام 2021 بدينا في العام الدراسي 2022 بتجربة النظام على عدد من المدارس والتأكد من جاهزية النظام بشكل كامل، ومن بعدها تمت مرحلة الإطلاق. طبعا من خصائص النظام، طبعا الأخت ما قصرت ذكرت أغلب الخصائص اللي موجودة في النظام، طبعا أنه هو يتيح تتبع أولياء الأمور لأبنائهم في أثناء مغادرتهم المنزل حتى ركوبهم الحافلة المدرسية ورجوعهم المدرسة، تلقي الإشعارات بصعود ونزول الطلبة. أهم ميزة يمكن كثير من أولياء الأمور كانوا يعانون منها في فترات سابقة بالأخص فترة الصباح، أن أبنائهم ينتظرون خارج المنزل لانتظار الحافلة المدرسية أوقات طويلة خصوصا في أوقات الضباب. اليوم صارت عندهم ميزة أنه يقدر يعرف متى الطالب يطلع قبل وصول الحافلة بدقائق. كما أنه يمكن يبلغ عن غياب ابنه في التطبيق، وذلك لإتاحة وصول الحافلة للطلبة الآخرين بأوقات تتناسب معهم. يعني هذا بس مو بلا بس بيفيدهم بعد إلا في الحافلات المدرسية ووقت روحتهم وردتهم، ها بعد حتى لو بيفكرون يشردون المدرسة ما بيشردون، خلاص أولياء الأمور يعرفون التطبيق. نفذتم خطة تدريبية للجهات المعنية على نظام تطبيق سلامة، كم مدرسة شاركت وياكم في هذه الخطة التدريبية وكيف شفتم نتائجها عندكم؟ طبعا نحن بدينا في تدريب ما يقارب 198 مشغل نقل مدرسي في الإمارة على التطبيقات اللي موجودة واللوائح، وتم تدريب 9000 سائق و 9000 مشرفة في إمارة أبوظبي للتأكد من تطبيقهم لبنود اللائحة وشروط السلامة للطلبة والأنظمة اللي متوفرة. وطبعا الحمد لله كانت النتائج طيبة، ولهذا السبب تم إطلاق النظام لأولياء الأمور.
جميل جدا، طبعا نتمنى لكم التوفيق ومشكورين على هذه المبادرات وهذه الأعمال اللي صراحة تثلج صدر، بحكم أننا دائما ما نهتم بأبنائنا وأخواننا اللي يكونوا في المدارس، فهذه التطبيقات صراحة بتفيد وتريح بال كثير من أولياء الأمور. صحيح. كل الشكر لك الأستاذ أحمد سلطان المعمري، رئيس فريق إدارة النقل بالحافلات في مركز النقل المتكامل، شكرا لك.